طارق حامد، انت قلت لي ان هو كان من اكتر الناس القريبه منك في نادي الزمالك، وطبعا هو كان معاك في سموحه. لو سالتك كده عن سر تالق طارق حامد لحد دلوقتي تقول لي ايه؟ وطارق ما شاء الله بيشتغل نفسه كويس جدا، يعني حتى في اجازته بيشتغل نفسه، وانا في سموحه يعني بحب التمرين جدا، ويعني بيدي التمرين حقه، محافظ على نفسه طبعا في الاكل وفي كل حاجه، فعشان كده طارق ما شاء الله يعني في نفسه مستواه ما بيقلش يعني ما شاء الله يعني. طيب انت لعبت جنبه كتير، الناس كلها بتقول ان هو عنيف زياده عن اللزوم، يعني في دايما في تدخلاته غشوميه كده قد يعني تؤدي للاذى بالنسبه للعيبه تانية، بتشوف ده ازاي؟ هو في التمرين كده على فكره طارق، يعني مش طارق مش مؤذي، مش بيتعمد الاذيه ابدا. طارق مش مؤذي، هو طارق طريقه لعبه كده، يعني زي ما في لعيب مهاري جدا ما بيعرفش يخش وما بيعرفش يقطع الكوره كده، هو طارق مش مؤذي، هو طارق اصلا في التمرين كان بتحصل مشاكل كتير بيننا وبين بعض كلعيبه يعني، يعني هو طارق اصلا حتى مع قدام زمايله اللي في الفرقه في التمرين بيخش جامد، يعني هو طارق الناس واخده ان طارق مؤذي، بس طارق اللي ما يعرفش طارق مش مؤذي خالص، هي دي طريقه لعبه.